انا كنت خدام في واحد الفيرما في الراناس، وبقيت خدامين، وجا السيد عنده واحد الكارو ديال الحمار، انا ما عارفوش واش خدام ولا شارك معاه ولا الله اعلم. جاري الكارو كان خرجوا شطب من الفيرما السيد اللي خدام معاه، وكان رميو في ذاك الكارو، عمرنا الكارو، رمى لي الكورده باش نشنق الكورده، ما ربطها ما والو، كان جبدها وكاد مشي بيا ذاك الكورده، وكان هو على واحد العروم ديال الحجر، وكان تهرس أربعة ديال الحديدات داير في الجنب ديالي. السيد منين تهرس جالي ليه، هزني من فيرما هذيك في الطوموبيله ديالو، وداني الفيرما الاخرى عنده، وتلاقتنا لابيلاص لتما، وداني للسبيطار، دخلني للسبيطار، نعست على البياص، جا الطبيب لعندي شافني، قال لي واخا مشى غبر عليا، وانا نجبرو جايب الناس ديال المقاطعه وجاي. وصل عندي قال لي واش نتكلف ولا نتكلف؟ قلت له لا انا ما عنديش كي ندير نتكلف، انا دابا انت مراه انا مضحيه، انت تكلف. قال لي واخا انا نتكلف، يلا سني هنا باش نجيب لك الحديد. فاين اجي هاوما داو عليا ديك الناس ديال المقاطعه، سني يا سيدي سني، احنا رحنا ضيعنا الوقت، رحنا مزروبين، سني باش نمشيو، احنا ما باقيناش خطره اخرى نوليو عاد هنا وكذا. وسنيت ما ديت، ما جبت انا في ذاك الالتزام، وذاك الالتزام انا كنت غادي نرميه، انما ديت ما جبتيه، غير واحد الولد ديالي رفدو. بقيت السيد منين سني ذاك الالتزام، كان سني على الحقوق ديالي وعلى المتابعات ديالي معنويا او ماديا، ما نسالت حاجه. ومشيت في حالتي، مشى هو شرى لي الحديد، الحديد مشى جابو لي ب 70000 ريال، يعني كيداوي الجرام حدا جديده باش ما نوضش ذاك الساعه، كيتلفني فعلا. درت سيدي داك الحديد، داروا لي العمليه، متصور عندي الفوطو فيه الحديد بالبولونات كيبان في الفوطو، عندي دابا نجيبو، وعندي الالتزام، وعندي الرانديفويات. كان مشي للرانديفو، رانديفو واحد اللي استقبلني الطبيب فيه، مشيت للرانديفو كان وقف في الباب، كان بقى نعاين، اسيدي انت ما عندكش الراميد ديال هنا، الله يهنيك. مشيت بحالي والرانديفو تجاوز، مشيت قالوا لي يا سيدي الطبيب ما كاينش، وصافي قطعت الكاس وجيت بحالي. من شهر ثلاثه ما شافني الطبيب لحد الساعه، وعندي رانديفو دابا خمسه بشهر سبعه، ولاني ما مشيت ما والو. السيد اللي دار معاه الالتزام عايش، عيطت عليه انا وديت له التزام ومشيت لعنده، قلت له انا داير معايا التزام، خصك دابا شوف انا ما خدام ما والو، والعيد هذيك والعواشر هذيك خصك تعمل معايا. قال لك اخويا انا ما حاضرش لهذا الالتزام، انا دعينا هذا الالتزام هذا، انا دعينا، انا عطيته لاكارت باش يجيب لي الدعم ديال الشعير، وهو دار لي التزام معك، انا ماذا بك خليني نوصلوا للمعمعه. مشيت لعند السيد المسؤول مول الفيرما، رغبته قلت له تعامل معايا، ما عندنا ما نديرو بالمخزن. قال لي الله يرضي عليك، الا كنتي راجل خصك تدعينا بجوج، انا وهذا مول الالتزام، وتبلعوا لي البيبان بخطره وحقروني وصافي. وقفت العيد، مشيت عندهم، مشيت عندهم قلت لهم اودي الله يجزيكم بخير، العيد هذه شريوا لي العيد، هذا مول الكارو راه ما عندوش، راه بيدو شي واحد شرى له العيد، ولكن مول الفيرما لاباس عليه، اعطاني الخروف الا كان دايز للذبيحه، وهنا كنقولها وهالمسؤولين يسمعوني ويعيطوا عليا غدا، وهالنمره التليفون ديالي غادي تكون، ويعيطوا عليا غدا ويقولوا لي جيب داك الخروف، الا كان دايز للذبيحه انا ندي عمد الحبس ونمشي بحالي، هذاك حرامي الا ذبحته.